شوف عزيزي، هي التغيير القادم مو بالعدد، مو بالعدد، بل التغيير بهذه الدورة 70%، بس الأداء أسوأ من الدورات السابقة بأكثر من 700%. يعني الأداء البرلماني لهذه الدورة باعتراف الكل أنه هي أبأس دورة، يعني من كل النواحي، الحضور، الجلسات، لا تشريعات، بالعكس إذا يشرعون شيء فهو فقط لمصلحتهم، ما شرعوا قانون لخدمة عامة أبداً. فهذه الدورة هي مو بالعدد إنه 70%، إحنا نريد بالتغيير النوعي. التغيير النوعي يأتي إذا خلينا نكون واقعيين، مثلاً أنا خلينا نفترض إنه تشرين حصلت 50%، تشرين بكل مدياتها، يعني تشرين مو كلهم ملائكة وثوار، بس باسم تشرين خلينا نقول 50% راح يصعدون. ال 50% الباقي من الأحزاب يجب أن يتبع المعايير اللي تثبتها تشرين. يعني مو يجينا فاسد ويصير وزير، مو يجينا عليه ملفات ومسجون ومشمول بالعفو ويصير نائب، مو يجينا واحد محافظ عليه كومة ملفات ويجي يصير أيضا أما بالبرلمان أو بالسلطة التنفيذية. يعني تشرين إذا غيرت 50% من المنظومة السياسية من الناحية العددية، فلازم أيضا تغير 50% الباقية من المعايير، يعني على الأقل تحيدهم، تحيدهم عن الفساد، تحيدهم عن الأساليب اللامشروعة، تحيدهم، تخليهم تحت الرقابة. فهذا أنا بهذه المعطيات أعتبر الانتخابات القادمة هي معركة مصيرية، معركة وجود، معركة، وما ممكن يستمرون هم طول هالسنين هذا بهذه الاستباحة. طيب، بدون ما تجي نهاية توقفهم أحدهم. جميل، وصار للشعب سنة يحاول يوقفهم أحدهم.